أو المستشفى يحمل اسم واحد من اللي قدموا المجهود تاعهم ويصحفهم ويعمرهم للوطن. ينتقل إلى وهران حيث عمل طبيبة في المستشفى الجامعي لوهران في جناح أمراض الصدر. باش ما يعاودش ليكزاما وما يعاودش الميدسان يزيد يشوف ويعرف ليش فريق تاع ان شاء الله لازم تعرف باللي هذا النظام هو نظام يسمح للمستشفى يكفل يكون بأريح والدولة كي تجي ماشي قال أنا روح لما وقوش وقدر وقت راك تجي وتاخذ التيكي تاعك وتقعد في خانة انتظار وتنتظر تمشي. راهي في الجزائر كامل طبقة وحنا طبقناها باش المواطن تاعنا يستطيع الولوج إلى الخدمات الصحية بكل أريح. وحنا ننظموا كل يوم فيه نقاس نحوهم فيها اشياء اللي راح يشوفوها الدور فيها عاودوا الى اخره حتى تتحسن الخدمه بشكل نهائي. يكفي ان الدوله سخرت المستشفى 240 سرير في مدينه قديمه. هذه مجهودات الدوله لازم يثمنها لانها في خدمه المواطن وداخله في برنامج الدوله اللي هي التكفل الاحسن بحاجياتهم. ان شاء الله دائما تكون بالهنا والصحه. وحاجة نخدمكم إن شاء الله هي اللي تخلينا إحنا نتحدث.